بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. العلبة دي فيها إيه؟ زي الإعلان ما بقول، دي خميرة، تمام؟ دي خميرة. عشان النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن الخميرة، ولما نتكلم عن الخميرة هنقدر نقول كثر الحديث عن التي أهواه. الحديث كثر عن استخدام الخميرة، من المؤيد ومن المعارض ومن اللي نص نص، والدنيا مش مظبوطة خالص في القصة دي، تمام؟ في الحقيقة وقبل أي شيء، والله أنا ما جربت الخميرة إطلاقا مدى حياتي، تمام؟ ولكن قريت عليها أبحاث كتيرة سواء كانت إنجليزي أو عربي، تمام؟ والأبحاث كلها فيها برضو يعني ما شفتش بصراحة فيها أي بحث سلبي عليها، كل الأبحاث اللي اتعملت عليها إيجابية، وخصوصا إخواننا في العراق اشتغلوا عليها شغل كتير جدا بالنسبة للرش وبالنسبة للتسميد بتاعها، سواء كانت فاكهة أو خضر. فتعالى بقى على اللي زي كاظم الساهر ما خدعنا زمان وقال عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلعها، أنسى كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها، ضميني يا أغلى امرأة لو صمتت قلبي يسمعها. والآخر كنا فاكرين أنه بيتكلم عن واحدة حبيبته، فتبدو كان بيتكلم عن بغداد، ومين ما يحبش بغداد بقى. فتعالوا نعتبر الأبيات اللي احنا قلناها دي هي قصة الخميرة دي، تمام؟ فالخميرة دي أنا جايبها النهاردة عايز استخدمها بصراحة. ربنا قدامك اهي كلها، تمام؟ اهي كتير والله، وعندي اهو التاني لسه، تمام؟ وعندي طبعا جايب لها الدبس اهو بتاع النخيل، تمام؟ فالخميره كل اللي قرناه عنها ان هو شيء كويس جدا ومحمود. الخيار اللي قدام حضرتك ده هو، تمام؟ ان شاء الله بكره الصبح ببدا اعمل تجربه الخميره، اللي هي هناخد 5 قوالب من دول، تمام؟ او 5 قوالب من دول، تمام؟ وعليهم 5 في ندوبهم في ميه دافيه، وهنبدا نحط عليهم 5 كيلو دبس برضو من اللي هو موجود عندنا ده، تمام؟ في ميه دافيه، وهنسيبهم 6 أو 7 أو 8 ساعات زي الابحاث ما بتقول، وبنبدا نضخهم في شبكه الري بالتنقيط للخيار اللي قدام حضراتكم ده هو باذن الله تعالى. والله على ما اقول شهيد، كل اللي هجرب رشا على الاوراق وحقنا في ماء الري، تمام؟ وهحقن مره لنبات عمره 15 يوم، وهحقن بعد ال 15 يوم 30 يوم، وهحقن عند 45 يوم اللي هي بدايه جمع الخيار الشتوي تقريبا، وهاخد لك داتا. وطبعا انا راجل اشتغلت في اي حد حضر دراسات عليا اكيد طبعا اشتغل في التجارب ويعرف يدير اي تجربه في اي حقل ازاي، يعني احنا شاطرين في القصه دي بصراحه ربنا. واللي هيطلع والله هدونه لك بالنتائج بتاعته. القصه كانت ايه؟ المردود بتاع الخميره كان على النمو الخضري عامل ايه؟ كان على الجذور عامل ايه؟ كان على المحصول عامل ايه؟ وهاخد حوالي عينات من نباتات اتعاملت بالخميره، تمام؟ اخد لها ثمار خيار، وهاخد ثمار خيار ما اتعاملتش خالص بالخميره، واحطهم هما الاثنين في درجه حراره معينه واشوف مين فيهم، لان هو بيتكلم دلوقتي عن الخميره ان هي فيها فيتامين بي وفيها سيتوكينين، ولما بتترش على الثمار فبتبكر في المحصول لان بتفرز الهرمون الايثيلين، تمام؟ والايثيلين عارفين ان هو هرمون النضج، تمام؟ كل الحاجات دي هو بيتكلم بيقول بعد الجمع بتحصل لي مشكله. ايه المشكله اللي بتحصل لك بعد الجمع؟ ان الـ بعد الجمع الثمار نفسها فترة التخزين بتاعها ما بتبقاش كتيرة، وإن تكون معرضة للتلف بسرعة مقارنة بالثمار اللي هي واخدينها من نباتات ما اتعملتش بالخميرة إطلاقا، تمام؟
فباختصار شديد زي ما قلت لحضراتكم، يعني كل الابحاث اللي قريتها على الخميره بتؤيد ان احنا نحط خميره، وخصوصا ان هي رخيصه الثمن، سهله التحضير، ومش عايزين نشق على الناس ولا نعمل مشاكل كتير. سيبك بقى من احنا، هو كل اللي بيتكلم ان هو رش اما الخميره دهيت او الخميره الجافه، تمام، اللي هي الجافه البودر، تمام. وان الخميره دهيت بحطوا عليها الدبس او العسل او سكر، علشان هي اساسا يعني محب اساسا، والتكاثر بتاعها بيبقى في السكر كتير، ومحب اساسا للسكر، فبيضيفوا عليها سكر بحيث ان هي تزيد يعني، وان هي تبقى محمله على شيء هي حباه يعني، تمام. ايا كان الوضع احنا هنجرب، ده امانة الله هجرب. على عندي حاليا بطاطس هزرعها، تمام، وعندي صنفين بطاطس مش صنف واحد، هجرب على الصنفين. عندي صنف اسمه صفران، وعندي صنف اسمه السبونتا، طبعا كلكم عارفينه، وعندنا صنف في الكويت اسمه صفران برضه هنجرب عليه، وهنجرب على خيار على برضه كذا صنف. عندي كذا صنف، عندي صنف اسمه اس 189، وعندي صنف اسمه عروب رغد، اسمه رغد، تمام. الصنفين دول هنبدا نجرب عليهم ان شاء الله باذن الله تعالى، ونشوف النتائج في الاخر هتبقى شكلها ايه، تمام. يمكن نوصل لجديد او نشوف حاجه يعني جديده، او نشوف حاجه نقدر ننفع بها حد يعني. الخميره طبعا هم بيتكلموا عليها ان هي فيها اللي فيها فيتامين بي، وفيها احماض امينيه زي ما هم مكتوب في الابحاث اهو قدامي، وان فيها سيتوكينين، والسيتوكينين طبعا عارفين ان هو بيعمل على انقسام الخلايا حتى من غير الابحاث والكلام ده كلته، وبيعمل على زياده حجم النباتات، وبيعمل تطور كويس جدا، ودايما انا حتى بوصي بيه في الشتاء. فاذا كان الامر كذلك احنا هنشتغل على ثلاثة منوال، أول واحد فيهم إن أنا أحقن الخميرة بس، تمام؟ وفي تجربة تانية هحقن الخميرة وهرش الخميرة، تمام؟ وفي تجربة تالتة هرش الخميرة ومش هحقن تحت الخميرة، وهنشوف في الآخر أمورنا هتبقى شكلها إيه. فلو الأمور طلعت كويسة فبنوعد إن شاء الله بإذن الله تعالى إن إحنا الداتا اللي أنا عملتها هقولها لك، مع إني من الناس اللي مؤيدة لرش الخميرة في الأول وحقنها برضو في بداية النبات، ولكن يعني للأمانة على اللي يعني بيتكلم عليها كتير إن أنا مش مأيدها بالنسبة للأواخر النبات أو تترش على حتى الثمار، مع إن في ناس طبعا محبزة رشها على الثمار. بس كده، ده اللي بإذن الله تعالى هنتكلمه عن الخميرة بإذن الله تعالى. بالنسبة لسلبيات الخميرة، أنا ما أعتقدش إن هي لها سلبيات يعني بالنسبة على صحة الإنسان، لأن في الأول وفي الآخر أصلاً إحنا ما بتاكل يوم إلا ما بتاكلش خبز إلا وفي خميرة، في خبز بيطلع من غير خميرة إطلاقاً، أي مخبوزات أساساً في الدنيا أكيد بيضاف عليها الخميرة. بوعدكم للمرة الأخيرة إن أنا بإذن الله تعالى هنقدر بإذن الله تعالى نطلع لكم داتا كويسة، وهتشوفوها معانا تجربة يعني شبه أسبوعية إن شاء الله بإذن الله تعالى. لو حابب تتابع معانا تابعها من النهاردة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.